وحول ردود الفعل الشعبية انضم إلينا أيضا من بغداد مراسلنا حيدر البدري. حيدر مرحبا بك. حيدر، إذن هذا هو البرلمان الجديد والذي جاء بعد انتخابات مبكرة، كيف يراه الشارع؟ ماذا يقول في اليوم الأول؟ نعم علي، الحقيقة أنه الشارع اليوم انشغل بطريقة ظهور النواب داخل الجلسة الأولى لمجلس النواب قبل أن ينشغل بأدائهم، خاصة أنه لم يبن شيء من أدائهم لحد هذه اللحظة. كان هنالك الحديث الكثير في وسائل التواصل الاجتماعي عن طريقة دخول مثلا تحالف من أجل الشعب الذي هو امتداد زائد الجيل الجديد بواسطة تيك توك، حيث انطلقوا من ساحة التحرير وعن طريق نفق الزيتون إلى داخل المنطقة الخضراء. أيضا كان هنالك حديث عن دخول البعض من أعضاء التحالف الكردستاني بالأزياء الكردية، وبالتأكيد ربما كان تردد الأفعال الأوسع هي على طريقة دخول نواب الكتلة الصدرية بواسطة عن طريق لبسهم للأكفان. هذا الطريقة التي وصفت بالاستعراض، وصفت بأوصاف حتى منها بعض منها قاسية، كانت هي الشغل الشاغل لمعظم أبناء الشعب العراقي لردود أفعالهم، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعض ردود الأفعال من مؤيدين هذه الكتل، مؤيدي امتداد أو مؤيدي التيار أو مؤيدي التحالف الكردستاني وغيرها من الكتل، لا، كانت تأتي من باب أن هؤلاء يحاولون القول بأننا جئنا من طبقة شعبية انتخبتنا وسلمتنا الأمانة، ونحن نحاول أن نظهر لهم أن هذه الرسائل الرمزية هي اللي طمأنت ناخبينا بأننا سنقوم بما يجب علينا خلال الدورة القادمة لمجلس النواب. علي، بصورة عامة يعني نلاحظ بأن الشارع ربما ينتظر الخطوات الأولى لمجلس النواب، وهي انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، والتي يبدو أنها تتعطل قليلا ربما حتى الساعة الثالثة أو بعدها. أحمد ممكن يعطي تفاصيل أفضل في هذا الجانب. هذه النقطة يعتقد العراقيون بأن بداية اختيار رئيس المجلس ونوابه هي ستكون المفتاح لباقي المناصب، رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة. وكما يبدو بأنه حتى هذه اللحظة تصر الكتلة الصدرية على موقف الأغلبية، وهذا ما يتحدث به حتى جمهور هذه الكتلة سواء في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل ما يرغب به الإطاريون أو أعضاء الإطار التنسيقي من التوافق من أجل الحصول على حصة في التشكيلة سواء كانت البرلمانية أو الحكومية القادمة. علي، بانتظار انطلاق الجلسة الأولى، وبالتأكيد سنكون مع الشارع أولا. شكرا جزيلا لك من بغداد مراسلنا حيدر البدري.